لازم تكون على مستوى روحي مرتفع. انت يا رب لسه موجود، لسه بتحن، لسه بترفع، لسه بتشفي، لسه بتشرق شمسك. اشمعنى لما جيت تتكلم عن البركة والنهضة حطيت شرط؟ فنتواضع تحت يد الله، الله يعمل فينا ايه؟ الله ينفعنا. ونغني بين الناس ان احنا لينا اله عظيم. لو صدقتوا كلام ربنا هنخرج مختلفين جدا. نعمة وبركة وسلام وفرح ومحبة وخير ومراحم من يسوع المسيح الشاهد الأمين، البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب نشكرك، يا رب نشكرك لأجل رب محضرك، نشكرك لأجل كل دعوة رب غالية وغنية بتغمرنا بيها يا سيد. النهاردة نيجي في محضرك ونيجي يا رب حواليك، تغطينا رب بدمك يا رب. نقدم لك ذبيحة حمد النهاردة يا سيد، تقبلها رائحة سرور من فضلك يا رب. بنصلي يا رب لأجل جلسة هنية معاك يا رب على جبل عالي. بنصلي يا رب من فضلك لأجل كلام من عندك تقود فيه يا رب خدمك يا رب القسيس. تدينا يا رب رؤية، تدينا يا رب عيون مفتوحة وأذان يا رب تصغي، وتدينا يا رب قلب يعمل بالكلام ده. يا رب مبارك اسمك، شكرك يا رب، نشكرك. مش عايزين نعتاد يا رب وجودنا في محضرك، بالعكس نفسنا يا رب يبقى كل حد بيجي، كل اجتماع بيجي نبقى متشوقين للقعده دي يا رب، وفعلا عينينا يا رب متثبته عليك، ومش عايزين نشوف غيرك، انت وحدك يا رب في المشهد. يا رب متعنا النهارده، وخلينا يا رب يبقى كل حواسنا وتركيزنا يا رب فيك. نقفل كل حاجه شغلانا، نقفل يا رب كل باب وكل فكر يا رب بيشغلنا. خلينا يا رب نحط يا رب كل حواسنا قدامك النهاردة ونقدمها لك يا رب على المذبح. مبارك اسمك إلى الدهر والأبد، آمين. خلونا الوقت اللي جاي ده نرنم ثلاث ترانيم كده مع بعض، بس نفسي كلنا نرنم ونقدمها له هو ذبيحة حمد، آمين. هنبتدي بنقول له أدخل لقدس الأقداس.
ليس مثلك أنت إلهي مرتفع وأحيا اسمك ملك الملوك رب الأرباب ليس مثلك أنت إلهي مرتفع وأحيا اسمك ليس مثلك أنت إلهي مرتفع وأمجد اسمك ملك الملوك رب الأرباب ليس مثلك أنت إلهي مرتفع وأمجد اسمك أنت الإله المرتفع العالي، أنت قوتنا يا رب وأنت ترنيمتنا، مبارك اسمك. هاليلويا هاليلويا. الأسيس بقالنا كده 3-4 أحد بنتكلم عن سفر الرؤيا والكنائس السبعة. حس أنه سفر الرؤيا بالنسبة لنا هي السماء اللي هيجي ما كان وما كائن ما عتيد أن يكون. السماء، لما بتسمع كلمة السماء دي إيه أول حاجة بتيجي في بالك؟ مش لازم تجاوبه يعني، بس فكر في نفسك كده. لما بسمع كلمة السماء، هل هي يعني الحاجة اللي بتريحني من تعب الدنيا زي ما أسيس برضو ساعات يقول لنا كده، ساعات الناس يقولها يعني يا رب خدني وريحني وخلاص واخلص من الدنيا، يعني هل هي حل المشكلة أنا فيها؟ فعشان أحل المشكلة أنا فيها أروح السماء؟ ولا السماء حاجة تانية بالنسبة لي، بالنسبة لكل واحد فينا؟ هي مش بالنسبة لنا كجماعة، هي بالنسبة لي أنا كشخص. السماء إيه هي؟ ما هو بنشتاق نروحها ليه؟ ما هو برضو نفس القصة، أنا بشتاق أروحها عشان أخلص من اللي أنا فيه، ولا بشتاق أروحها عشان حاجة تانية؟ الأسيس لحد الفتح حكى حكاية استغربت لها قوي على الشخص، بغض النظر مين هو يعني، لكن اللي ما كانش بيؤمن بالسماء ولما بنته ماتت ابتدى يقول يمكن يكون في سماء عشان يشوف بنته. يعني هل هو ده هدف السماء في دماغي، ان انا هشوف حد غالي عليا؟ طب لما هروح السماء، لو افترضنا يعني جدلا ان انا هيبقى ليا عيون وهيبقى ليا مشاعر وأحاسيس، هبقى أول حاجة وأنا داخل السماء هبقى عايز أعملها هي إيه؟ هبقى نفسي أعمل أشوف مين، والمشهد هيبقى شكله إيه؟ يعني في سفر الرؤيا لما بيقول والأربعة الحيوانات، سفر الرؤيا صح 4 وعدد 8، لما بيقول الأربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها ومن داخل مملوءة عيونا. خلي بالكوا قوي من المشهد ده، إن المشهد ده أنت هتشوفه، المشهد ده كلنا هنشوفه. ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء. مش بتقولوا معايا ليه؟ ده أنا عايز نقول بقوة، ده السماء. ولا تزال نهارا وليلا قائلة
قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. مشهد هتشوفه في السماء، لما تفكر في السماء فكر في المشهد ده، لا تزال نهارا وليلا قائلة في شخص في النص قاعد وكل الناس بتقول نهار وليل نفس الكلام، قدوس 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 رب الجنود، قدوس 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 السماء. لما بفكر ان في سماء مش هقول هم ايه اللي هيحصل هنا، مش هقول هم اللي هيحصل النهارده ولا هيحصل بكره. خلينا نقول التنيمه اللي جايه دي، ارفعوا يداي عاليا لله. سفر رؤيا وأصح 5، الإله اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي لما بيقول في عدد 7، فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات. ده مشهد تاني هتشوفه في السماء، ولهم كل واحد قيثارات وجمات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. صدقوا أن التنيمة دي تنيمة هتتقال كل يوم، وهيتقال عليها أن هي تنيمة جديدة. أنا مش فاهم السماء دي هيبقى إيه اللي بيحصل فيها، يعني إزاي هتقول نفس الكلام كل يوم وإنت بتقولها وإنت حاسس أن هي تنيمة جديدة؟ عارفين ليه؟ تهيألي ليه يعني؟ لأن الشخص اللي قدامك ده اللي أنت بتقوله الكلام ده، أنت كل يوم بتحس أنك بتشوف حاجة جديدة فيه، كل يوم بتستمتع بالحضور ده بطريقة جديدة، عشان كده بتقوله ترنيمة جديدة.
بتخر وتسجد مع الشيوخ الالاف ربوات ربوات يا لهوي حاجه مش هتشوف اخرها، وكلهم بيقولوا مع بعض نفس الكلام ونفس الترنيمه وبيقولوها لشخص واحد بس اللي مستحق اللي المشهد ده كله يكون ليه هو لوحده بس. مبارك اسمك. السماء 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 حقيقه. السماء هتروحها وهتشوفها، يا هتروح يا هيجي ويخطفنا، لكن حقيقه زي ما الاسيس كان بيقولنا دايما، مش عارفين بقى في هنملك الالف سنه هنا، هنملك في ملك ولا ما فيش ملك، لكن في سماء وفي يسوع هيجي، دي ما فيش خلاف عليها، ما حدش اختلف عليها، هي دي الحقيقه اللي احنا متمسكين بيها، وفي السماء هيحصل المشهد ده برضو ما فيش خلاف عليه. امين. ترنيمه يعني ترنيمه بحبها قوي لما بيقول عالي لفوق انا رافع ايدي، عزي وملكي وسيدي. الشخص ده اللي انا هروح وهقول له الترنيمه الجديده دي، انا دلوقتي من قبل ما اروح بقول له الكلام ده. بعديها هنقول لست اعلم، يا رب انا مش عارف ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي هيحصل بكره، لكن انا عارف حاجه واحده بس، ان السماء موجوده وان انا رايح السماء، وانه ده الـ 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 الحلم، وده الحاجه اللي انا بستناها مش عايز انساها. من فضلكم ما ننساش الامر ده، في سماء، وعايز كل يوم اقول انا يا رب كل يوم بيعدي بيقربني للسماء، سواء بقى انا هروح ولا هو هيجي، لكن اكيد اكيد ان كل يوم او كل ساعه بتعدي بتاخد، يعني زي الكوبايه كده بتشيل حبه وتقرب من حبه. امين. عالي لفوق انا رافع ايدي، عزي وملكي وسيدي. عندك ملكي وعزي وسيدي، وتعز انا مش عايز حاجة، ان كانت مش هتقدر، وتعز انا مش عايز حاجة، ان كانت مش هتقدر ابدا ابدا، ولا يغنيني ولا يشبع قلبي رجاء أيامه فيك أبدا أبدا، ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عليا ويكفيني غير بس اللي تكون بإيدي أبدا أبدا، ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عليا بس اللي تكون بيدي. رفع ايدي فخر وبهتف، طاير زي المصري برفرف، عالي عالي ومليان قوة، انت امين وانا بشهد ليك، عالي عالي ومليان قوة، انت امين وانا بشهد ليك ابدا ابدا، ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عليا ويكفيني غير بس اللي يكون بإيدي أبدا أبدا، ولا يغنيني ولا يشبع
نقف نقول التنيمة اللي جاية دي برضو حاجة تشهد عن الخروف المذبوح ده اللي جالس على العرش. وضعت للبحر حدا هللويا على أنا ترد ردا هللويا. وضعت للبحر حدا هللويا على أنا ترد ردا. هللويا وضعت للبحر حتى هللويا على أنا ترد ردًا. مجدك في وسطنا سور نار حولنا أنت ترس عوننا وسيف عظمتنا. مجدك في وسطنا سور نار حولنا أنت ترس عوننا وسيف عظمتنا.
هللويا هللويا. قبل ما نرنم اخر ترنيمه احنا لسه بنتكلم عن ايه؟ عن السماء. ولما نتكلم عن السماء يبقى لازم نقرا سفر رؤيا واصحاح 21. اقرب صوره عن السماء او يعني الصوره اللي ربنا اداها لاخونا الحبيب يوحنا. يا جماعه هي دي السماء، هي دي السماء. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. تعرفين البحر كان في الوقت بتاع العهد القديم، وأكيد الأساس صلح لي يعني أنه كان دايما يبقى رمز للشيطان أو رمز للمجهول، أنه مش عارفين إيه أخره إيه وجواه إيه. فبالنسبة لهم كان دايما يقول لك ان الوحش هيطلع منين؟ من البحر. فبالنسبة لهم البحر ده حاجة مجهولة كده، مش باين لها آخر ومش باين لها عمق ومش باين لها. فبالنسبة لهم المجهول ده مش هيبقى موجود، خلاص ما بقاش في حاجة مجهولة. هنعرف كما وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة. يا بختك يا يوحنا. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله السماء، هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. السماء مش حلاوتها في مكانها، السماء حلاوتها في ايه؟ في يسوع وفي الناس اللي مع بعض وفي اللي بيحصل في الاحداث. عايز اقول لك يا سما ده هيبقى الذهب على الارض والدنيا كلها نور وحاجات شكلها مش عارف ايه. مش دي السماء. السماء هي يسوع، والسماء هي اللي بيحصل حوالين يسوع، لان يسوع هو المركز. وسيمسح الله كل دمعة من عيونه. تخيلوا هتكون في مكان مفهوش بكا، مفهوش دموع، والموت لا يكون فيما بعد، مفيش موت، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. هي دي السماء، هي دي السماء. مشتاق تشوف السماء دي بجد بجد. مش يعني امبارح لسه كنت بتكلم مع، يعني مش بتكلم مع بس يعني حد قاعد معاه، شخص مبارك قوي، قسيس يعني قديس، عنده سرطان، واكتشفوا من شهر كده انه، او يعني من اقل من شهر، ان هو السرطان في كل جسمه خلاص. بس هو يعني ما تتخيلوش الابتسامه والسلام وفعلا بيقول الكلام ده بحقيقي، واكيد سمعناه من ناس كتير قوي. يقول لك انا مش متضايق ومش مش زعلان، انا هروح السماء، انا هشوف يسوع. يا ليه اشتياق ان انطلق بجد بجد عشان اشوف المشهد ده. لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لان الامور الاولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: انا اصنع كل شيء جديد. السماء، في السماء كل حاجه جديده، مفيش سكند هاند، مفيش حاجه مستعمله، مفيش بقى لا حزن ولا دموع ولا وجع. هي دي السماء،
مشتاق للسما بجد. خلينا نرنم الترنيمه اللي جايه دي. انا حاولت الاقي ترنيمه بتتكلم عن السما، صدقوني حتى قلت لولا ما حدش كاتب ترنيمه عن السما. وبعدين يعني نخفست كده لقيت في ترنيمتين، اخترت واحده فيهم نفسنا يا رب كده نعرف نقولها مع بعض. دوا في الافق صوت بوق ما اعداه الله لينا في السماء. طبعا على الاسف احنا ساعات كتير قوي بنقول الترنيمه دي فين في الجنازات، بس هي المفروض تبقى ترنيمتي كل يوم، لان في يوم فعلا هسمع صوت البوق ده وهنيجي كلنا وهنروح السماء. امين. خلينا نقول الترنيمه دي مع بعض، حتى لو يعني هنشجع بعضنا نقولها يعني. امين. دوا في الافق صوت كل واحد فينا. يا رب نشكرك على السماء، يا رب نشكرك على السماء وعلى الرجاء يا رب اللي لينا في السماء. مبارك اسمك. امين. ثانك يو شريف، ثانك يو شباب. بس في ترنيمه شعبيه كانت دايما بتقول اورشليم في السماء الله باريها المجيد فهي مدينه العلي، صح؟ تفتكروها دي؟ طب نقولها بعد ال مكفكين ان ارجعهم يقولوا لا بعد ال
لا أنا عايز أشكر شريف بجد على التعليقات اللي قالها لأنها كانت مهمة. إن شاء الله هحاول أن أنا فعلاً أكلمكم مرة بعد ما نخلص السبع كنايس، يا ترى في السماء هنعرف بعض ولا لا؟ مشاعرنا هتبقى إيه في السماء؟ يعني أنا هبقى واقف جنب أبويا وجنب جدي في الصف بنسبح ربنا، طب يا ترى هبقى أنا عارف إن ده أبويا وعارف إن ده جدي، بس مفيش بيننا مشاعر، بس مفيش بيننا مشاعر بشرية، لكن عينينا كلها على ربنا. هوعدكم ان انا يعني هكلمكم مره على الموضوع ده. ثانيين، ايه اللي هيحصل في السماء؟ يعني انت عارفين بتكلم على روح ايزابل، وانا يعني فعلا 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 يعني مليان بالافكار دي، وانا عارف ان انا بدخل عش دبابير، لكن اقول لكم مثلا الحاجات الغريبه جدا لما شريف كان بيتكلم ان احنا في السماء هنسبح ربنا وهنقعد نقول قدوس قدوس، ودي نفس اللي عمله اشعيا، فاكرين لما راى السرافيم والكروبين بيقولوا قدوس قدوس. واحد من الوعاظ المشهورين جدا بيقول لك ان الملائكه بتبقى واقفه فبتشوف جلال الله وعظمه الله ومجد الله، فلا اراديا بتنحني وتقول قدوس، تطلع ترفع راسها تلاقي ربنا عمل عجيب في العالم فتنحني وتقول له قدوس، فبتفضل كل ما بتوطي وترفع تلاقي ربنا بيعمل عمل عجيب. فكلمة قدوس عشان كده لا هم بيتعبوا ولا، لكن منبهرين دايما باللي ربنا بيعمله. طب في السماء، واحد من الخدام اللي دخلت معاه في نقاشات وواضح ان انا بقيت اسيس يعني معرفش ما بقيتش طبيعي، موضة طلعت من كام سنة، معرفش كم واحد فيكم سمعها، في جنازات عربي، مش هي طبعا فكرة أمريكاني، وإحنا ساعات كثيرة للأسف لما بنعرف كتب إنجليزي ونقرأ كلمة أمريكاني فبنفتكر إنه بدل وقالها واحد خواجة تبقى صح. قال لك السماء لو بس مجرد تسبيح وتهليل وقدوس قدوس قدوس، السماء دي هتبقى بورينج، احنا هنقعد طول الوقت في السماء بس نسبح ربنا. دي أسس خدام وطلعوا على فضائيات مصرية وعربية وقالوا الكلام ده. وقلت له طب يعني حضرتك رأيك ايه يعني؟ قال لي لا، احنا في السماء كل واحد فينا هيعمل شغلته عشان السماء هتبقى بورينج. فاحنا قلت له يعني لا مؤاخذة يعني معلش سامحوا جاهلي، أخوكوا جاهل معلش أسسكوا جاهل هتملوني. قلت له يعني حضرتك متخيل ان انا هوعظ ويسوع قاعد؟ طب الضابط البوليس اللي قضى طول عمره ضابط شرطه هيقبض على مين في السماء؟ القاضي اللي بيحكم هيحكم على مين ويسوع؟ يا جماعه اللي الناس مش قادره تفهمه انه السماء غير محدوده بوقت، عشان كده بيقول الكتاب جعل الابديه في قلوبهم. احنا مش قادرين ندرك ان الله خارج حدود الزمن، ولما هنبقى في السماء مش هيبقى في يوم النهارده هنصحى هنقول قدوس قدوس ثاني يوم ها الواجب. الموضوع مش كده ابدا، الموضوع مش كده. احنا هنبقى عندنا بناء جديد وعندنا اسم جديد وعندنا يعني انبهار بكل اللي في السماء. لكن دي تعليم الغريبه اللي عماله تخش الكنيسه اقول لك اه فعلا دي هتبقى بورينج قوي، احنا نقعد على طول نقول قدوس 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 ونرنم نفس الترنيمه. لا طب ده هتبقى ممله. ايوه هتبقى ممله لو انت في ايدك بقالنا ساعتين بنقول قدوس، غير بقى، ده الملل بتاعنا. عشان كده احنا عندنا الريموت كنترول، فانت لما بتحس بملل بتقلب القناه، لكن في السماء مفيش التايمينج ده. يعني اوعدكم ان انا مره هقدم لكم ده، بس الانبهار انك تقف قدام ربنا، يعني انك تقف قدام يسوع وتشوف لغز، يعني تشوف حل للثالوث للترينيتي، انك تفهم يعني ايه اب وابنه، يعني هما واحد بس هما دي لوحديها عايزه الابديه عشان تقعد تشوفها في السماء. انك تشوف موسى وإيليا وبولس وبطرس اميزنج. طيب خلونا نرجع لروح إيزابل اللي خربلنا الدنيا في التعليم. خدوا بالكم أنا مشكلتي مع إيزابل في العهد في العصر اللي احنا عايشين فيه أنها تقول أنها نبية، فهي مش عارفة تدخل للكنيسة منين، فدخلت من التعليم، فدخلت فيه أنها بتعلم أنها تبعد الناس على ربنا. طيب عايز أفكركم بس أنه خلاص أعتقد أنه ما أعرفش مريان هنا ولا لا، بس أعتقد أنه خلاص ما فيش حجز تاني، اعتقد ان الباب اتقفل، لكن يعني خلونا نصلي ان ربنا يدينا مؤتمر حلو.
تكلمنا عن سفر الرؤية وعلى 7 كنائس، وقلنا ان في 7 اعلانات الله بيعلن عن نفسه ب7 طرق مختلفة، في كل مرة بيقدم نفسه للكنيسة بصورة مختلفة. مع ال7 اعلانات دي في 7 تحديات، من يغلب، في 7 تحديات اذا قدرت تخرج برا الحالة دي هيحصل كذا، وفي سبع مكافآت. كنيسة ثياتيرا اللي ابتدينا فيها الاسبوع اللي فات، وقلنا انه انها الكنيسة أطول كنيسة جالها رسالة، وكلمة ثياتيرا جاية من مسرح ثياتيرا، رايح فين؟ رايح التياترو بالعربي كده، كان رايح التياترو. فهي كنيسة التمثيليات، كنيسة اللي تحولت مع الوقت إلى أنها بقت مجرد تمثيل، مجرد شكل كده بنعمله منتظرين الستارة تترفع. ساعات احنا بنسأل، يعني ساعات يسأل هو مين اللي هيرتل الحد الجاي، هو مين اللي عليه الوعظة الحد الجاي، هو مين الكذا؟ ليه؟ لان انا عايز لما الستاره تتفتح انا ابقى مبسوط بالعرض اللي انا هشوفه. واول ما العرض بيقفل، ها هنروح بقى نتغدى فين وهنعمل ايه، ولا كان اللي حصل الستاره نزلت. دي كانت كنيسه ثياتيرا، كانت كنيسه ثياتيرا، ومشكلتها انه كانت بتسود فيها روح ايزابل. عشان كده بيقول له عندي عليك قليل. هنا زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات، ان كلمه قليل مش معناها انه الحدث قليل، لا، ده حدث كبير قوي، لكن ان انت تسيبت زي ما، وانا بعترف قدامكم ان احنا ياما كتير جملنا ناس على حساب الكلمه، وما حبيناش نحرج ده، وما حبيناش نحرج دي، وما حبيناش نعمل ده، طب معلش ندي الفرصه لفلان. ده اللي هو ربنا بيسميه هنا في سفر الرؤيا تسيب. عندي عليك انك سيبت، انك سيبت، انت عارف ان اللي بيحصل ده مش صح، بس بتقول ايه؟ انا مش عايز ازعل فلان، أصل فلانة هتزعل، أصل فلان ممكن يتقمص ويسيب الكنيسة، فأنا عشان أحافظ على الشكل ده حصل هذا التسيب. خلينا نقرأ مع بعض مرة تانية الرسالة. بيقول واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عيني كلهيب نار ورجلها مثل النحاس. فكرين قلت لكم كلية القدرة، كلية المعرفة، كلية الوجود. أنا عارف أعمالك، محبتك، خدمتك، إيمانك، صبرك، 5 حاجات هو شافها في الكنيسة دي، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. مش زي الكنيسة الأولانية قال له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، ارجع واعمل الأعمال الأولى. لا، الكنيسة دي كانت في الأعمال ماشية رائع. لكن عندي عليك قليل، في عدد 20، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية. عشان كده الكتاب يقول لنا امتحنوا الأرواح. مش كل من وقف على المنبر نبي، مش كل من وقف وقال لك الرب بيقول. عشان كده في آية بتخضني جدا، لما في العهد القديم يقول ويل لمن قال أن الرب قال والرب لم يقل. عشان كده خد بالك قبل ما تروح مثلا يا أخت روزينا أنا ربنا قال لي أقول لك، لا امتحن نفسك كويس قوي. أنا مش ضد إن ده يتقال أو إن إحنا نقوله، بس لازم أبقى 100% متأكد إن ده من الرب، وإنه لا يختلف عن الكلمة النبوية. يعني أنا مش عارف أحكي لكم الحكاية دي. واحدة كانت زميلتي في الكلية زمان، لما كنت بدرس كلية زراعة، وجات ارتبطت بواحد، فبقولها هي كانت خادمة وشعلة نشاط، وده ملهوش في ربنا خالص، يعني مش بس ملهوش في ده، ملهوش في ربنا اساسا يعني. فقلت لها حبيبتي ده يعني ما ينفعش. قالت لي بقول لك ايه، انا صليت وربنا اداني راحه. اشربي. قلت لها بس ربنا اللي اداكي راحه ده غير ربنا، لانه ربنا مش هينقد نفسه في الكتاب. لما ربنا يقول لا تاكل تحت نير مع غير المؤمنين، هو واضح، فربنا مش هيغير القوانين عشان اي حد. وتلف الأيام، وقابلتها بعد 25 سنة، وقلت لي يا ريتني سمعت كلامك، أنا عشت حياة كلها مزربل، يا ريتني كنت سمعت كلامك، لأنه ربنا ما بيغيرش كلامه، أصل الدنيا ما بتتغيرش. فعش كده خدوا بالكم بأنه إنه إنه المرأة إيزابل لما بتخش وتقول إنها نبية، والناس تقول ربنا قال لي وربنا ظهر لي والكلام ده كله، أنا مش ضد الكلام ده، بالعكس وأنا بقوله، لكن أنا عايزك لو أنت هتقوله أو هتسمعه من حد، كتاب يقول امتحنوا الأرواح. حتى تعلم وتغوي، بتعمل حاجتين في نفس واحد، 2 في 1 زي النسكافيه، تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا، حاجتين ما ذبح للأوثان،
وأنا أديتها زمان لكي تتوب. يا صبرك يا رب علينا، أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة، إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت. فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان. وزي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات، المؤمن بالروح القدس بيقدر يعرف أعماق الله، لأن الروح بياخد مما لله ويدين. البعيد عن ربنا اللي بيمشي وراء تعليم إيزابل بيصل إنه يعرف أعماق الشيطان. فخد بالك، خد بالك، الأمر مش سهولة دي. وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح. من له أذن؟ يا رب إن كلنا النهاردة تكون أذننا الروحية وأعماقنا الروحية مفتوحة، فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. طيب، أنا مش هقدر أرجع للي أنا قلته الأسبوع اللي فات، تقدروا ترجعوا له على صفحات الكنيسة وعلى الفيسبوك، بس عايز أفكرك إن المسيح لما قدم نفسه وقال إنه ابن الله، يعني إن هو الله حضور، وده اللي قاله بشارة العذراء مريم، تحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وهو بعد ما ادى التكليف الالهي وهو ماشي، اخر حاجه قالها المسيح وها انا معكم، وهنا بيقول ان هو ابن الله. فهو بياكد لنا انك وانس ان انت تعرف يسوع مخلص شخصي في حياتك، هو كلي الحضور، هو ابن الله. عيناك لهيب نار بيفحص كل كبيره وصغيره، فهو كلي المعرفه، مفيش حاجه خافيه عن ربنا. اللي انت عملتها في السر وانت بتعملها في العلن، الله يعرف دوافع القلب كويس قوي من جوه. رجليه من نحاس فهو كلي القدر. طيب، معلش روح الرقم 8، لا اللي قبلها. هل أولاد الرب والخدام ممكن يقعوا ويغوى؟ يقعوا، وغلطة الشاطر وغلطة الكبير كبيرة. يعني أقول لكم حاجة، من كام سنة اللي جه في أمريكا من سنين كده، مرة واعظ مشهور قوي كان في التلفزيون، وكان يعني أنا واحد من الناس كنت دايما لما بسمعه بعض عيط، يعني he was amazing في الوعظ. وأنا لغاية النهاردة أنا لا أشك في إخلاصه، يعني لا أشك في أنه لما كان بيوعظ كلمة ربنا بجد. ووقع في خطية الزنا، وكل قنوات التلفزيون بلا استثناء ابتداء من CNN لفوكس، كل البرامج سابوا كل حاجة بتحصل في العالم واللي بتقتل في العالم، ومسكوا خطية هذا الواعظ الشهير اللي زنى. أنا لا، ما بقولش إن الزنا أوكي، بس تفتكروا في كم مليون واحد في أمريكا بيزني كل يوم؟ بس هو قسيس مشهور، فإبليس بياخد. ودي مشكلة، دي المشكلة، إن أنت لما تبقى، وربنا يحمينا كلنا، لأن ما فيش حد فينا كبير إنه يقع. اللي أنا عايز أقوله إنه لما الكتاب بيقول خطية تركت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء، لأنه هي فعلا بتتارجت مين؟ اللي في شكل، اللي في بوزيشن، اللي في وضع معين، ده اللي فتح بيته للصلاة، ده اللي ليل نهار بيشوف إعلانات وبيتكلم، ده اللي ليل نهار بيطلع في الفضائيات، ده اللي ليل نهار بيرتل، ده لأنه إبليس هدفه إنه يخلي الناس يقول لك يا عم إذا كان ده بيعمل كده، أمال إحنا نعمل إيه؟ صح؟ خدوا بالكم، عشان كده إيزابل، روح إيزابل كانت بالتارجت إنها توقع. يعني لما فكرين عباد يقول له كم فعلت بأنبيائك، خد بالك، دي عندها تارجت الخدام، حتى في دماغها التارجت بتاع الخدام. زي ما قلت لكم، عملت شر تعليمي، خلت المؤمنين يعبدوا الله ويعبدوا البعل في نفس الوقت. هي اللي قدرت تمزج العبادتين، ساعة لقلبك وساعة لربك. امشي اعبد ربنا زي ما انت عايز، بس ما فيش مانع ان انت تستمتع بالبركات الأرضية اللي موجودة. عملت شر أخلاقي، عملت زنا حرفي وزنا روحي. عملت زنا حرفي إنه الناس بتزني فعلا كجزء من العبادة، وزنا روحي البعد عن الله. طب هل إيزابل بتعمل كده النهاردة؟
كنت بقى عايز اكتب حاجه امبارح على الفيسبوك ومسكت نفسي في اخر دقيقه للي بيتفرجوا على المسلسلات، ويعني انا مش ضد المسلسلات، بحب المسلسلات كلها نكد نشكر الله يعني، بس اوعى تخلي، انا ده اللي كنت اكتبه، اوعى تخلي المسلسلات تسلسلك، اوعى تخلي المسلسلات تسلسلك، اتفرج. انا ما عنديش مانع يعني، انا مش ضد ان انا ان احنا نتفرج على العالم بيفكر ازاي وبيعيش ازاي، بس يوم ما تبقى متسلسل دي المشكله، عشان كده بيسموها مسلسلات. ويا ويل يا ويل اللي بيتفرج على التركي اللي عندهم المسلسل 900,000 حلقه ولسه المؤلف ماشي. ايه انا بقى انا بس بتكلم على التركي 900,000 حلقه ولسه يعني انا مش ضد الحاجات دي، لا طبعا يعني ما تفهمونيش غلط، انا يعني انا اسيس منفتح جدا زي ما انتوا عارفين. اللي انا بقوله خدوا بالكم ان عباده البعل بتاخد صور مختلفه مع تطور العصر اللي احنا موجودين فيه. طيب عشان نخش بقى في الوعظه بتاعت النهارده بسرعه، في ثلاث تعبيرات للكائن بودا تقدروا، بصوا يعني الله يخليكم، انا يعني بنتعب وبنعمل البتاعه دي مش عشان تروحوا بيها. في ثلاث تعبيرات عن الكائنات الروحيه الشريره في الكتاب المقدس. طبعا اشهر كلمه مشهوره كلمه ديمون او ديمونيان باليوناني، كانت هي ترجمه عربيه لكلمه شيطان، ودايما هي جايه بصيغه المفرد المحايد، يعني اللي هو راجل ولا ست الجندر. الكلمه دي جت 60 مره شيطان في العهد الجديد، جت كلمه روح نجس 20 مره، وجت روح شرير 6 مرات. فهي تعبيرات مختلفه بتورينا ان الشيطان ممكن ياخد اشكال مختلفه، روح شرير او روح نجس او شيطان. طيب لما بنتكلم على، فاكرين حد سمع التعبير ده بالعربي، الشخص ده ملبوس او الست دي ملبوسه؟ لما بنقول اللي هو ديمون بوزيست حتى بالانجلش مشهور، يعني ملبوس، ديمون بوزيست يعني ايه؟ ممتلك من الروح الشرير. الترجمه الاصليه بتاعتها يعني مخضع تماما لتاثير ارواح الشر. فلما الواحد لما بتخرج من دايرة الحماية، فاكرين لما بيقول الساكن في ستر العلي، لما بتخرج من تحت ستر العلي وتواجه الدنيا بنفسك، انت بتحط نفسك تحت سيطرة العالم الشرير اللي احنا عايشين فيه. يعني اللي انا عايز اقوله انها لا تعني الملكية، عشان محدش يقدر يقول لي طب انا اتولدت الولادة التانية يعني انا ممكن ابليس يمتلكني. لا تعني الملكية، لكن تعني ان انت بقيت خاضع للتأثير الروحي بتاع العالم الشرير ده. طيب خليني اوريكم ان في عالم غير منظور وعالم منظور. احنا دايما عشان كده الكتاب بيقول محاربتنا ليست مع دم لحم بعد مع اجناد الشر الروحيه. احنا طلعنا لسنين طويله مش بنتكلم عن الحرب الروحيه اللي في اجناد الشر اللي في الهواء. فاحنا بنحول الحرب اللي احنا مش شايفينها لحرب احنا شايفينها. انا غلطت في روزينا غلطت فيا من غير ما نشعر احنا الاثنين انها حرب روحيه محطوطه علينا. فلو احنا عارفين ان انا حربي مش مع مراتي او حربي مش مع جوزي، انا حربي مع ابليس، الخناقات هتختلف. انتوا معايا؟ فالحرب مش مع اخويا، انا مش مختلف مع اخويا اللي اسيس في طائفه تانية ولا في كنيسه تانية، انا حربي مع ابليس اللي بيحاول يوقعنا بضعف. لان احنا طلعنا لسنين طويله مش مدركين الحرب الروحيه دي، فبقينا نحارب بعض، مع ان الكتاب بيقول محارباتنا ليست مع دم ولحم. طيب تعالوا نشوف في ملوك الثاني بيقول ايه. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، واذا جيش محيط بالمدينه وخيل ومركبات، فقال غلامه له يا سيدي كيف نعمل؟ لغايه هنا الراجل ده الخادم ده شايف العالم الايه؟ المنظور. ده اللي انا شايفه بعينيا، الدنيا مسوده في عينيا، الابواب مغلقه، الدنيا مقفوله، العدو كله عليا. تعالوا بقى نشوف رجل الله اللي عنده بصيره روحيه، فقال لا تخف لان الذين معنا اكثر من الذين معهم. يا عم ازاي ده؟ انا شايفه ان انا وجلالتك يا حضره النبي والباقي كله هيصلي علينا دلوقتي، انت بتتكلم ازاي؟ قال له لا اصبر. وقال يا رب افتح عينيه
فيبصر اللي إليشع كان شايفه الغلام ما كانش شايفه، ودي البصيرة الروحية. إليشع كان شايف صورة تانية، كان شايف الغير منظور، عشان كده قال له يا رب افتح عيني الغلام فيبصر فأبصر، وإذا الجبل فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيل ومركبات نار حول إليشع، أليس لأنك سيكت؟ فالعالم الغير منظور هو العالم اللي تقدر تشوفه بالإيمان، وانت مصدق ان انا مش محطوط في الشارع عشان اي حد يلطش فيا، انا مش ماشي كده علشان حد يخبط فيا زي ما هو عايز، انا احنا مش هفق ولا احنا سكند كلاس سيتيزن ولا احنا ناس مالناش قيمه، لا 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 ده احنا ناس، بس لو بصيرتنا الروحيه مفتوحه هتعرف قد ايه ان ربنا محوط عليك. طيب لازم نعرف انه زي ما في عالم غير منظور وعالم منظور، احنا في حرب، والحرب ده صراع ليه تاثيرات ابديه. يعني ايه الكلام ده؟ يقول في كرونسوس الثانية: الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. يعني إيه اللي بيحصل هنا؟ إن إلى هذا الدهر اللي هو إبليس، إلى هذا الدهر الشيطان أعمى عيون الناس علشان لئلا يشوفوا نور المسيح. فاحنا حربنا مع مين دلوقتي؟ مش مع الناس اللي ما تعرفش المسيح. انتوا معايا ولا نمتوا مني؟ احنا حربنا مش مع الناس، احنا حربنا مع اله هذا الدهر اللي اعمى عيون اذهانهم. فدور الكنيسه هنا ودور المؤمنين هنا انها تنور غصب عن عين اله هذا الدهر. طيب لازم نتاكد انه زي ما ربنا عنده خطه لخلاصك وخطة لفدائك وخطة لاستخدامك، إبليس عنده نفس الخطة لتدميرك. تعالوا نشوف إبليس بيعمل إيه. إبليس عنده مخطط أنه يستعبد البشر بالخطية حتى يقودهم للهلاك. إبليس بيعمل إيه؟ بيجي مثلاً للبنات في الهاي سكول هنا في أمريكا مثلاً، وفي أي حتة دلوقتي في العالم، ده أمريكا مش بس يعني، ويقول لها انت ست نفسك، انت ليه تبقى عندك ربنا اللي يقول لك اعملي وما تعمليش، قولي وما تقوليش، انت ست نفسك اعملي اللي انت عايزاه. هو بيمد لها حبل، ودون ان تشعر سنه 2 3 4 تلاقي نفسها خنقت نفسها بالحبل ده. وده اللي بيعمله ابليس. ابليس بيقول لك انت حر، اعمل ما بدالك، عايز تشرب اشرب، عايز تسكر اسكر، عايز تزور زور، عايز تلعب في اعمل اللي انت ده، انت حر، انت سيد نفسك. فانت بتفرح بالحبل اللي بيرمهولك ابليس، وتفضل تاخد تاخد تاخد، وفجاه تلاقي نفسك مت. وهو ده هدف ابليس، انه كان من القبل من البدء قتالا للناس، عايز يقتلك. فابليس عنده مخطط انه يستعبدك بالخطيه. طب كم واحد فينا وقع بلاش يعني كم واحد استعبد لخطيه وتفتكر فاطمة تقول انا اقدر ابطلها في اي وقت، انا لو عايز ارمي مش عارف ايه هرميها في اي وقت، تيجي بالليل ما انتش قادر تنام. انا حكيت لكم الحكايه دي مليون مره قبل كده، خليها مليون وواحد. الحكايه دي انا سمعتها من الاسيس لطيف، كان الاسيس الشيخ لطيف، الاسيس لطيف قال إن بابا كان قاضي، وكانوا عايشين في قرية في الريف، وفي يوم من الأيام جاء واحد رئيس محكمة فبيت عند بابا الشيخ لطيف في القرية. والشيخ لطيف بيقول أنا كنت صغير، وكان وقتها ما فيش نور في البلد يعني، وبيقول إنه هذا الرجل رئيس المحكمة الجليل صحى مراته بالليل، وكان لطيف نايم، وقال لها أنا هموت مش قادر أنام من غير ما أشرب سيجارة. فبيقول انا اتكمشت، انا سمعتها منه شخصيا، قال انا اتكمشت في السرير خفتي صحيني يقول لي روح اشتري لي سجاره من الكشك لانه الدنيا بتبقى كحل وانا هخاف اخرج. قال بس المنظر اللي عمري ما هنساه ان هذا القاضي الجليل قام في نص الليل كب الزباله عشان كان افتكر انه كان رامي نص سجاره، وقال كرهت السجاير من هذا الذل اللي شفت فيه هذا القاضي اللي بتترجله المحكمه وحتة عقب سجارة قد كده بتحكم فيه. يا جماعة الاستهوان بالخطية مهما كانت صغيرة دون أن تشعر أنت بتفتح الباب لإبليس أنه بتقول له اتفضل ادخل زي ما أنت عايز.
وقيس على كده بقى كل خطيه تانيه، قيس على كده كل خطيه تانيه. ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا انك انت يوم ما اخترت انك تتبع المسيح، فاكرين التنميه بتاعت صممته اني اتبع يسوع لما قلناها واحنا صغيرين، صممته انت في اللحظه اللي انت بتقف فيها وتقول انا صممت ان انا اتبع يسوع، انت اخترت انك تصبح عدو لابليس. فما ينفعش تعرج بين الفرقتين، وما ينفعش تمشي ساعه كده وساعه كده، وما ينفعش تبقى ابن ربنا وبتزور، ما ينفعش تبقى ابن ربنا وبتشتم، ما ينفعش تبقى ابن ربنا وبتحلف، ما ينفعش في خلاص انت اتنقلت لقوانين الملكوت، في قوانين في الملكوت بتحكمك. عشان كده انت في حرب، يوم ما قبلت المسيح انت في حرب. امتى اخر مره بامانه مخك راح انه الصراع اللي بينك وبين اخوك ده مش صراع على بيزنس ولا صراع على بتاع، دي حرب سببها ابليس. احنا ساعات بنقول لا ابليس ملوش ذنب، ده هو عمل وعمل وعمل، هجمه شيطانيه. طيب ابليس مخيف؟ بس ملوش انياب، وانا هشرح لكم ده. ابليس مخيف؟ بصوا يقول ايه في بطرس الاولى 5:8، اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم. هنا بيحط كلمه ابليس عدوك. فلما بتروح تسكر مع عدوك انت حر، لما بتنفذ اراده عدوك انت حر، لما بتربي اولادك على الحريه والانفتاح والبتاع انت حر. انت هنا اللي بتصاحب مين؟ عدوك، تحت اي مسميات بقى، سموها اي مسميات. احنا اصل احنا اباء مودرن، اصل احنا مش عايزين نعقد عيالنا، اصل احنا سميها زي ما تسميها، لكن انت قررت انك بعد ما كان ابليس عدوك انك بتصاحب عدوك عشان توصل لاهداف انت عايزها. يهوذا عدد 9 بيقول اما ميخائيل رئيس الملائكه فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر ان يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. انت في حرب، لكن الحاجة اللي لازم نتأكد منها إن إبليس بيخاف من أي إنسان في روح ربنا. فمش هتقدر تنتصر على روح إيزابل ولا الأرواح الشريرة المحيطة بيك من غير ما تبقى ممتلئ من روح الله. فإحنا في أجيال اتكلموا عن روح القدس كانوا مش موجود، وبيخافوا يتكلموا عن الروح القدس، ومش عايزين بقى نتكلم عن الروح القدس و و و و و و, و. أنا مرة واحد أسيس كبير كلمني وقال لي يا هشام أنا بس عايز أحذرك، أنت بتتكلم كتير عن الروح القدس. قلت له أنا ما عنديش حد تاني يتكلم عنه. قال لي خد بالك ما فيش مكان دخل الروح القدس غير وقسم الكنيسة. قال لي اقرأ رسالة كورنثوس، اقرأ رسالة كورنثوس، شوف الروح القدس عمل إيه في كورنثوس. تبقى عايز تشق نفسك تنتحر، ما أعرفش يعني، ما أعرفش أنتوا بتروحوا تعملوا إيه يعني. الرب يستر عليكم. طيب فانيوي بصوا يقول الكتاب ايه، فلما راوا مجاهره بطرس ويوحنا ووجدوا انهما انسانان عديم العلم وعميان تعجبوا، فعرفوهما انهما كانا مع يسوع. ابليس بيترعب من اسم يسوع، ابليس بيترعب من مؤمن مليان بالروح القدس. لازم نبقى عارفين كده عشان تقدر تواجه العالم وتقدر تقف وصدرك مفتوح. انت محتاج حمايه باسم يسوع وحمايه من الروح القدس اللي ساكن جواك. عشان كده من فضلك ومن فضلك افتكر ان احنا مش في ملعب، احنا في ارض معركه. فابليس مش حد تلعب معاه وتهزر معاه، لا بيقول قاومه ابليس فيهرب. ده انت في حرب، انت في ارض معركه، مش في ملعب. طيب نمره 4، اوعى تستهين بابليس. بصوا بولس بيقول يعني بيقول لالا يطمع فينا، بيقول لازم ازاي تربح اخوك وتصالح اخوك وما تغضبش على اخوك ومهما كان اخوك بيعمل ايه، بيقول لالا يطمع فينا شيطان. هو بصوا احنا في حرب، ابليس عايز يدمر كل علاقه بين كل زوجين، عايز يدمر كل علاقه بين اخين، عايز يدمر كل علاقه بين خادمين. ابليس داخل بكل قوته يدمر. فانا لما بسمح ان انا وروزينا نتخانق مع بعض، وبسمح ان انا وروزينا بخش فيها في في في, في وبننسى انها حرب روحيه، انا بطمع ابليس فينا، يقول لي طب انا دلوقتي غلبت علشان وروزينا، يلا بقى خش على توني ورانا والعيال.
بطمع ابليس لما انا اخش انا واسيس كنيسه ثانيه في خناق في خلاف ويتحول الخلاف شخصي مش في حرب روحيه خلاف شخصي. ابليس يقول لك اوكي اطمع بقى خد الباقي كله خد خلينا ندخل على الكل ليه لان انا فتحت له بصوا خدوا بالكم كلمه صعبه قوي لالا يطمع فينا شيطان انا بديله فرصه انه يطمع فينا. نقطه خمسه بقى مهمه قوي يعني للي بيكتب نقطه خمسه بقى كمؤمنين في المسيح انا وحضرتك وحضرتك مؤمنين في المسيح احنا مش بنحارب عشان ننتصر احنا بنحارب من منطلق ان احنا منتصرين. فانا مش داخل حرب بقول يا هكسب يا هخسر لكن انا داخل من منطلق انه انا مع المسيح الذي لم يهزم خرج غالبا ولكي يغلب. طيب خلينا نروح للمسيح المنتصر فأنا تبع المسيح المنتصر. دلوقتي احنا في مثلث في المسيح وإبليس وأنا وحضرتك. المسيح هو الرأس إبليس قائد مهزوم مجرد لأنه المسيح في قيامته جرد الرؤساء وصلق جردهم. عارفين يعني جردهم؟ عمرك شفت المنظر ده في الموفي ان يبقى قائد جيش كبير قوي ويعمل غلطة ويجي يشيلوا رتبه خلاص هو اتجرد ما عندوش اي سلطان. بس انا عشان اقدر اغلب ابليس اللي هو اتجرد ده لازم اكون جالس مع المسيح في السماويات لازم اكون بتصرف وانا في الارض من منطلق سماوي ان انا جالس مع المسيح. عشان كده بيقول احيانا مع المسيح اقامنا معه واجلسنا معه. فانا كنت خاطي وكنت ميت اتقابلت مع المسيح احياني ولما احياني اقامني ولما اقامني اجلسني معه في السماويات. فأنا بتحارب مع إبليس من منطلق إن أنا جالس في السماويات وإبليس مصروع تحت الأقدام. حد فاهم حاجة؟ طيب عشان أنتوا بس طيب مرقس بيقول لنا إيه؟ بيقول فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا وأخرجوا شياطين كثيرة. جزء كبير قوي من الكرازة هي تحرير النفوس اللي خضع تحت إبليس. انا عايزك لما تقرا الايات دي بمفهوم العصر الحديث دلوقتي مش معناها ان انت هتلاقي الشيطان عمال يطلع. الشيطان بطل يطلع بصوره القرون الحمراء والعينين والبتاع ده. الشيطان دلوقتي بيطلع ملاك نور لذيذ. اتفرجوا كده على كام حتى الافلام بتاعت يونيفرسال الجديده كلها طالعه كده مطلعين الشيطان كيوت ولذيذ وامور وكده. لكن التلاميذ لما خرجوا بيكرزوا فهم رايحين يكرزوا باسم مين؟ الطائفة الإنجيلية بارك الله أو كنيسة القس الدكتور عبد هشام. لا هم طالعين يكرزوا باسم واحد بس اسمه يسوع. فهم طالعين يكرزوا وهم طالعين يكرزوا شياطين كثيرة خرجت لأنها لا تحتمل ناس حمل الحضور الإلهي واسم يسوع فيها. فخروج الشياطين ده نوع من أنواع الحضور الإلهي في الكرازة هو تحرير النفوس اللي إبليس أثرها. خدوها كده بالمفهوم البلدي بلاش إنك هتشوف الناس بتطلع وتطلع من الرجل وتطلع من عين وتطلع من الكلام ده. سيبكم الكلام ده. إبليس هيهرب والنفوس هتتحرر من وجود اسم يسوع. فرجع السبعون بفرح بصوا بقى قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا بس بإيه؟ باسم. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء وها أنا أعطيكم سلطانا. صدق النهاردة أن أنت عندك الأثوريتي دي. صدق النهاردة أنك تقدر تقف على باب أوضة عيالك وتنتهر إبليس تقول له أنت مالكش حق في عيالي. مالكش حق. حتى لو عيالك بعدوا عن ربنا وتاهوا وخرجوا وخربوا الدنيا وقالك ما بلاش بنصدق الكلام ده. أقف على باب أوضتهم النهاردة أقول له أنت أسحنا مش في حرب مع عيالنا. يا جماعة فهموا إحنا مش في حرب مع عيالنا. حرب مع إبليس. قال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء وهنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو. ده قوي قوي طز. اللي معانا أقوى من علينا. خد بالك وإحنا بقى بنتكلم عن قوات العدو ده هم عبارة عن شوية رؤساء وولاة وسلاطين. فهم يعني إيه إبليس عنده جيش منظم جدا في رؤساء في ولاد وفي سلاطين على كل منطقه وما بيخشوش في اختصاصات بعض
كل واحد عارف مسؤوليته كويس، كله عارف نقط الاتاك اللي هيأتاك فيها انت وانت والكنيسة والخدمة، هو كل واحد عارف دوره بالضبط. والغريب ان هم كلهم بيشتغلوا ان هارموني بلا توقف بلا توقف. طيب لما بنتكلم مثلا عن الروح النجس، ابليس او الارواح دي ما لهاش اجساد، صح؟ ما لهاش اجساد، لكن انت عندك بقى روح شهوه وروح نجاسه وروح طمع وروح غيره وروح حسد، فبتعمل ايه؟ بتدور على جسد ضعيف تخش من خلاله تحقق اللي هي ما اللي هي عايزه تعمله. او ساعات بتخش في اجساد حيوانات لو ما قدرتش تخش في اجساد بشريه. كلنا عارفين القصه بتاعت الارواح لما دخلت في الخنازير. حاجه تانية لازم تعرفوها عن الارواح الشريره ان عندها اراده. دن 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 دا. عندها اراده. طب بصوا في يعقوب في متى 12 يقول له ايه؟ بيقول له اسمح لنا ان احنا ارجع الى بيتي الذي خرجت منه. هو عارف خرج من بيت مين، وهناك كان بياكل ويشرب ونايم والدنيا كانت حلوه قوي معاه. بقول له يعني اسمح. الشياطين والارواح الشريره عندها عواطف، عشان كده يقول الشياطين تؤمن. عارف كده ما تشوف فار تقشعر، عندها عقل. قال له انا اعرفك من انت، انت قدوس الله، عارف كويس قوي. عندها وعي بالذات، عارفه هم مين. يقول له اسمي لاجئون لاننا كثيرون. بتعرف تتكلم تتواصل. فاكر ما قالت لبولس؟ قالت له انا عارف مين بولس بس انتوا مين. انا ليه بقول لكم الحاجات دي؟ بقول لكم لان انتوا بنتعامل دون ان نشعر مع 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 شخصيات حوالينا ومع حاجات حوالينا عندها كل ده، عندها كل ده. صحيح ابليس ملهوش جسم معين لكنه بيقدر يدخل من خلال ده. طيب الارواح دي ظهرت في العهد القديم، ظهرت في العهد القديم. تعالوا يعني اقول لكم بس بسرعه، ولو حد عايز دي ممكن نديها له. ظهر مره بروح غيره، روح ردي، عارفه اقول لك بغتها، وروح ردي، روح شرير، روح كذب، روح ضلال، روح غي، روح فوضى، روح ثبات، روح يأس، روح زنا، روح نجاسة، روح شر. الشواهد دي كلها بتكلم عن أرواح ظهرت، أرواح ظهرت وتعاملت مع الناس، والكتاب وصفها بأوصاف مختلفة. في روح زنا، روح نميمة، روح انحراف، روح رثاء، روح توتر، روح سحر، روح ألام، ألام في الرأس. أنت ممكن تبقى قاعد وفجأة يجيلك صداع غير عادي وما تبقاش عارف ليه. طبيا أنت كويس، ضغطك كويس، انت بتبقاش عارف ان ايه. انا مش بخوفك، انا بس بقولك ان في اتاكس بتحصل من 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 الحاجات دي. طيب يسوع اتعامل ازاي مع الارواح؟ يسوع اتعامل ازاي مع الارواح؟ قال لهم اذا كنت انا باصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. يبقى وجود الملكوت علامه من علاماته ان ابليس ما بيقدرش يفضل موجود في المكان. طيب نرجع لاختنا ايزابيل كده بسرعه عشان ننهي الموضوع ده. هديكم بس سبع وعود بالنصره تروح بيها النهارده. ايزابيل كان عندها روح سيطره، عندها روح سيطره جامد، كانت بتعرف تلعب بالمشاعر، عرفت تخوف ايليا. دي من الحاجات اللي احنا هنفضل طول عمرنا مش قادرين نصدقها، ان ايليا يقف على جبل الكرمل يقتل 450 واحد وتاني يوم هربان. انت هربان ليه؟ مالك هنا يا ايليا؟ قال له شوف ايزابيل عملت ايه بانبياء. طب ما انت لسه كنت معايا وقتلين 450 واحد من الانبياء اللي بعد. دي روح السيطره بتاعت وروح الخوف اللي بترميه ايزابيل. عشان كده انتم ممكن تلاقوا ازواج بيرعبوا مراتاتهم بالغضب والعنف، تبقى عارف كويس قوي انه ده روح ايزابيل اللي بتدمر البيت. أو تلاقي الزوجة اللي بتتلاعب بمشاعر جوزها بالدموع والمش عارف إيه والشعور بالذنب، تبقى عارف إن ده روح إيزابيل. روح إيزابيل.
أو الأولاد اللي بيلعبوا على وتر أبوهم وأمهم ودايما يحسسوك بالذنب وأنت قصرت وأنت قصرتي وأنت كنت فين وأنت كنت فين والكلام اللي بنسمعه. أنا كنت فاكر نحن بنسمعه في كاليفورنيا بس أنا كنت في كذا ولاية ولقيت شكوى غير عادية للعيال كلها وكأنه في موضة دخلت في سن ثانوي وجامعة نكران اللي عملوا الآباء والأمهات. إيزابل كمان كان زي ما بقول لكم عندها روح سيطرة غير عادية. تشوفوا سيطرت إزاي على أخاب وكانت حكيمة. بصوا اللي عملته إيزابل أنا شفته في العصر الحديث مئات المرات. إيزابل أخاب كان عايز ياخد الكارما بتاع نابوت، فاكرين القصة؟ ونابوت طلعت في دماغ أهله أبويا ريحة الطين، شموا الطين بتاع أبويا حق. وروح الأخ أخاب زعلان وحاطط وشه في الحيط ومدي ظهره للولية والدنيا يعني خربان. قوم كل يا عم مش واكل يا راجل، ده أنا طبخالك مش واكل. طيب إيه مالك زعلان ليه؟ قال لا أتصور يعني الراجل عنده ده كله والكرب بتاعه بدأت كده. قلت أنت مزعل نفسك ليه؟ مزعل نفسك ليه؟ طلع ناس تنادي إنه الراجل ده جدف على الله وعلى الملك. عارفين النهاردة بيسموه إيه عندنا في بلادنا؟ ازدراء أديان. هات اتنين يقولوا إنه سب الدين خلص؟ الدنيا ما تغيرتش، إيزابل ما تغيرتش، إيزابل ما تغيرتش، وازدراء الأديان بيمشي في اتجاه واحد بس، جدف على الله وعلى الملك. خلص، ذبحوا الراجل، ذبحوا الراجل وقتلوه موتوه. دي إيزابل، دي روح إيزابل، ده روح الشر اللي احنا بنواجهه الايام دي، ده روح إيزابل. بس قدام روح إيزابل في روح الله طبعا. انا بكلمكم عليه مره ثانيه لما قابله قال له يا أخاب هل قتلت وورث؟ انت فاكر الدنيا سايبه أول الدرجات دي؟ انت فاكر يعني ان العالم ده ملوش كبير؟ هل قتلت وورثت؟ انت فاكر الدنيا ايه؟ وكلكم عارفين بقيت القصه. طيب خد بالك إيزابل شغاله ازاي مع الاولاد، موسيقى الروك والنيو ايج موفمنت والحاجات دي كلها. في مره من المرات لما ماجد وهايدي كانوا ماسكين اجتماعات الشباب، ما حدش يقدر ينكر دول طلعوا اجيال شكلها ايه. جات لي ام من الامهات قالت لي اخوك، طبعا انت لما تعوز تغزني بقى مراتك اخوك يعني تبقى بتقول كلام هيوجع يعني اخوك. قلت له ماله والله اخويا ده يعني اخويا ده اكتر واحد غلبان في الدنيا. اخوك بيقول لهم ما يسمعوش اغاني، انت كنت بتسمع اغاني ولا؟ قلت له انا بسمع اغاني لغايه دلوقتي. قالت لي اخوك بيقول لهم ما تسمعوش اغاني. قلت له انا ماجد قال لهم ان الست اللي انتوا بتسمعوها دي كل اغانيها فيها الشيطان، كل ال بيسموها ايه الجمل يعني بتتكلم عن الشيطان. قلت له انت عايزه بنتك تسمع الشيطان؟ انت حر. لكن 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 امال انا دوري ككنيسه ان انا اقول لك ايه؟ اقول لك دايما بقول لك خد بالك عيالك بيتفرجوا عليه، خد بالك احفادك بيتفرجوا عليه، خد بالك ولادك بيسمعوا ايه. الابليس عارف يدخل للجيل ده وبيحط اسجل الالحان جميله، فلما بتحط لحن جميل بس بيمجد الشيطان انت الولد او البنت لا اراديا بيفتح نفسه للشيطان. طيب إيزابل بتعمل ايه؟ بتعمل اللي بيقول عنه في غلاطيا 5:19 واعمال الجسد ظاهره، هي زنا، عهاره، نجاسه، دعاره، عباده اوثان، سحر، عداوه، خصام، غيره، سخط، تحزب، شقاق، بدعه، حسد، قتل، سكر، بطر، وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون هذه لا يرثون الملكوت. فابليس عايز يوصل للمؤمنين وعايز يوصل للناس له ليه؟ مفيش ملكوت. واعمال جسد ظاهره، اعمال جسد ظاهره، وده اللي إيزابل بتحاول تعمل. طيب عشان ما اطولش عليكم بقى 9 وعود بالنصره ونقف ونهلل ان ربنا منتصر. هتلاقوا كده في البولتين في 9 اماكن للتسع وعود بالنصره دي، بس يعني بس بفكركم بس. طيب نمره 1 يوحنا الاولى 4:4 انتم من الله ايها الاولاد وقد غلبتموهم، مش هتغلبوهم،
مش سوف أعطيك غلبة، لا، وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم. طيب، يبقى المؤمن اللي مش ممتلئ من الروح القدس سايب نفسه عرضة للهزيمة. ما عشان أقدر أهزم إبليس لازم يبقى فيا اللي أعظم من إبليس. طيب، الآية الثانية، الوعد الثاني، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم. كل من ولد من الله العالم ما يقدرش يغلبه. يجي يعرض عليك ما يعرض. يا عم ده هي ولا ده هي بس كلمة، ده هي بس امضى، ده هي بس، لا لا تضحكش عليا. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، هو إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ فأنا بقدر أواجه العالم، قاومه إبليس يهرب منكم، لأنك مش بتواجهه لوحدك، أنت بتواجهه في وجود ابن الله. رؤية 12-11، وهم غلبوه، مش هيغلبوه ولا سوف يغلبوه، وهم كلها جاية في الماضي، بدم الحمل وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الوعد الرابع، فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب. انت تقدر تقف قدام ابليس وتقول له لينتهرك الرب باسم يسوع، انت مالكش مكان وما تخافش. الوعد الخامس، رومية 8 الآية الرائعة، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. الوعد السادس، رومية 16، وإله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا، نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. الوعد السابع، يوحنا الأولى 2:14، كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذين من البدء، كتبتم إليكم أيها الأحداث لأنكم، واو، أقوياء، أقوياء في المسيح، أقوياء، إحنا أقوياء، معقولة ده بيكلم الأحداث، وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. الوعد الثامن، كرونسوس الأولى 15، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه، ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. الوعد التاسع، ولكن شكرا لله، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. ختام الوعظة، عشان الأسبوع جاي عندنا سامح حنا، والأسبوع اللي بعده هنرجع بقى لكنيسة جديدة. ختام الأمر كله، نمرة واحد، إن إبليس عدو مهزوم، بيقرفنا ويهوها ويعمل ما بداله، بس هو في النهاية عارف إن هو مهزوم، لأن دينونة هذا العالم الآن، دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا مهزوم. الحاجة الحقيقة الثانية في ختام الأمر، الرب يسوع حطم عمل الشيطان، يقول الكتاب ازمح الصك الذي علينا في الفرائض. والغريب ان احنا المسيح محى الصك اللي علينا في الفرائض، واحنا عمالين نثقل على الناس بفرائض، يعني محى الصك، عارفين ايه محى الصك؟ كل واحد زمان كده كان في السجون، كل واحد مسجون بيعلقوا على باب السجن بتاعه الصك، بيقول فلان ده مسجون عشان عمل 1-2-3، فده الصك اللي بيشهد على المسجون. وجي المسيح بصلبه وبقيامته، مسك الصك اللي عليا وقام قطعه، قال لي انت حر، الباب مفتوح، بس انا اخترت ان انا افضل مسجون، مع انه محى الصك الذي علينا في الفرائض، الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا فيها بكم. الحقيقة الثالثة، نحن منتصرون في المسيح. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي خطية، وقوة الخطية هي الناموس، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب.
آخر حاجة عايز أقولها لكم تروح بيها وأنت مطمن بعد التسع وعود دول، إن أنت عندك القوة والقدرة والمصادر لمقاومة إبليس. بصوا مرة تانية في يوحنا 1:4 يقول أنتم من الله أيها الأولاد، أنت مش لوحدك، وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. خلونا نقف ونقول غالبين، إحنا بيك غالبين، إحنا جيوش المبدين، مفيش تقدر علينا أي صعاب وإحنا عبرين. وعشان كده هنسبح ونرنم ليك وهنهتف مجدا يا مليك، وهنرفع اسمك ونعليك، أصلنا فيك منتصرين. أنا عايزك تروح النهاردة مش خايف من روح إيزابل، بس لازم زي ما بيقول الكتاب لا نجهل أفكاره، لازم تبقى عارف إيزابل بتعمل إيه في بيتك وفي حياتك ومع عيالك ومع الدنيا اللي حواليك، وما تديش لإبليس فرصة، لأنه لما بتدي لإبليس فرصة بيطمع فينا. إبليس بيبقى عايز يدخل بس بيوسع يوسع يوسع يوسع. انت قائدنا يسوع البار، انت قائدنا يسوع البار، ندعي رجالنا باستمرار، انت قائدنا يسوع البار، ندعي رجالنا باستمرار، من ايه نرهب او نحتار، واحنا بسترك محميين، قلبين شد انك غالب يسوع، جيوش المادين، مش ممكن تقدر علينا، أي صعب وإحنا عبرين، أي صعب وإحنا عبرين، أي صعب وإحنا عبرين، نسبح ونرنم ليك، وبنهتف مجدا يا مليك، بنسبح ونرنم ليك يا مليك، ارفع اسمك ونعلي، أصلنا فيك منتصرين، غلبين احنا بك غلبين، احنا جيوش المادين، غلبين احنا بك غلبين، احنا جيوش المادين، مش ممكن تقدر علينا، أي صعب وإحنا عبرين، أي صعب وإحنا عبرين، أي صعب وإحنا عبرين. قبل ما نقول التنيمة اللي جاية، أنا بس عايزك تغمض عينيك دقيقة كده وقول يا رب افتح عينيا، زي ما فتحت عينيا الغلام فشاف إن الذي معنا أكبر وأقوى وأعظم من اللي علينا. قول يا رب أنا عايز النهاردة روحك يملاني، اسمك يبقى هو اللي أنا مستخبي فيه، علشان أقدر أقف وأبقى شايف بعيوني العالم الغير منظور، إن كان من حرب جاية بس إن كان كمان من مين واقف معايا ومن الذي معنا. وإذا كان إبليس عنده ولاه ورؤساء وسلاطين، فإحنا معانا اللي فوق الرؤساء فوق السلاطين، صح؟ فوق الرياسات،
فوق الرئاسات، ده اللي احنا ماشيين وراه، فوق الرئاسات، فوق السلاطين. إيمانويل، هللويا. وبنحمد اسمك يا رب، لأن احنا ماشيين في موكب نصرة المسيح. باسمك احنا أعظم من منتصرين، باسمك هتقع الأسوار، باسمك يا رب بيهرب الشيطان وبيهرب إبليس. بشكرك يا رب من أجل الحماية، بشكرك يا رب أنه لما انفتحت جوه في قلبي عيون شفت يا رب بهاء وجلال، زي ما رب خادم إليشع شاف على الجبل. يا رب سامحنا على كل مرة مشينا منكسرين مهزومين رميين الفوطة ومسلمين ورميين الراية، ونسينا أن احنا ماشيين وراء الذي خرج غالبا ولكي يغلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. ادينا يا رب أن احنا نخرج من الكنيسة النهاردة رافعين رأسنا أن ولينا حي، رافعين اسمك ومملئين بروحك، فيرانا إبليس فيهرب. ولكل إكرام ومجد.